تحت شعار الثورة الجزائرية تعانق مقاومة التحرير في فلسطين، افتتحت حركة البناء الوطني أياماً بعد اعتمادها فعاليات التضامن مع غزة بحضور شخصية سياسية وحزبية ورؤساء أحزاب وحكومات سابقين. محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، كان ضيف المهرجان الشعبي. كانت غزة تعيش أوضاعاً صعبة، فهي تحاصر من قبل العدو والصديق بل والشقيق. كانت غزة يتآمر عليها، ظن المحتلون أنه يمكنهم أن يخوضوا حربا خاطفة، أن تكون معركة غزة نزهة يتنزهون بها. فإذا بقطاع غزة يقلب على مدى شهر كل المعادلات والرهانات. كما أضاف نزال بأن المعركة السياسية كانت صعبة بعد انتصار المقاومة عسكريا. إخوانكم يخوضون معركة أخرى، معركة سياسية على الجبهة التفاوضية بالقاهرة. على مدار أسبوعين تقريبا كانت المعركة السياسية شاقة وصعبة، لأن أقواما لا يريدون للمقاومة أن تنتصر سياسيا كما انتصرت عسكريا. على العهد باقون وفي المسيرة مستمرون، ختم لقاءه الشعبي بالقاعة البيضاوية. هؤلاء المجاهدين من أبطال المقاومة بقيادة كتائب عز الدين القسام، سيستمرون في جهادهم وفي ثباتهم وفي صمودهم، سيبقون بإذن الله يرفعون الراية، يسلم أحدهم الآخر إلى أن يأذن الله بالتحرير. ومن المنتظر أن يواصل نزال جولته بالجزائر، حيث سينشط تجمعين بكل من ولايتي البوليدة ووهران، يشرح من خلالهما صمود المقاومة في وجه العدو الصهيوني من جهة، وموقف المتخاذلين من العرب من جهة أخرى.